دائما ما عرف اهالي المنطقه الشرقيه بحبهم للزراعه واهتمامهم بالمحاصيل الزراعيه لما لها من فائده وايضا اثر كبير يعود عليهم بالنفع سواء كان في الماضي او الى وقتنا الحاضر. ولان الانسان تربطه علاقه وطيده بينه وبين الارض استطاع من خلال هذه العلاقه انه يتعرف على الكثير من النباتات والاشجار، وايضا اصابه الفضول انه يعرف طريقه نمو هذه الاشجار. ونحن اليوم متواجدين في ضاحيه او مزرعه حسن مفتاح الزعابي نتعرف معاه على الاشجار الموجوده وطريقه نموها. تابعونا. ابو عبد الله، اول شيء مشكور يعطيك العافيه انك اليوم استقبلتنا واستضفتنا اليوم عندك في المزرعه. جزاكم الله خير، هذا فرصه طيبه. الله يسلمك. تفضل ابو عبد الله. بدايه نبغى نتعرف وياك، متى بديت في المزرعه؟ والله من زمان الله طول عمرك. هي من السبعينات الله طول عمرك. ما شاء الله. اي نعم الحمد لله، من السبعينات مهتم بالزراعه. الحمد لله. وما شاء الله بديت بروحك ابو عبد الله. لا الله طول عمرك، هاي المزرعه اصلها كانت لوالدي الله يرحمه. الله يرحمه. ولكن عقب كبر اشتريتها عنه وبديت انا اعمل فيها. ما شاء الله، واهتميت في المحاصيل الزراعيه. الحمد لله. طيب عبد الله، شو نوع الزراعه الموجوده عندك فيها؟ الحمد لله كل الاشجار نزرعها الحمد لله تمشي. من مانجا وليمون واي شيء. نشوف ما شاء الله المانجا بكثره يعني. الحمد لله. وهي نعم من نعم الله عليك. الحمد لله. يعني ما شاء الله كثير من المحاصيل الزراعيه الموجوده اليوم في هذه المزرعه ابو عبد الله، نشوف ايضا يعني حتى الخضار موجود فيها، يعني نشوف حتى يعني الحشيش وغيره من هالامور كلها موجود في المزرعه. الحمد لله. ابو عبد الله، عندك بعض المنتجات في هالمزرعه كذلك مستورده من برا مثل الليمون. الليمون التايلندي. نعم هذا الليمون التايلندي. هذا ينبت هني ابو عبد الله؟ الحمد لله، ويثمر في الشتاء وقت ما يكون الليمون العربي ما موجود هو موجود. والاهتمام فيه يختلف عن باقي؟ لا 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 لا، نفس الله طال عمرك. التسميد والسقي نفس الشيء. نفس الشيء. نعم. ابو عبد الله، كيف طريقة التسميد اليوم إذا تكلمنا عن الزراعة، خاصة يمكن اليوم نتكلم حتى في مدينة كلب، الأرض اليوم أصبحت يعني فيها نسبة من الملوحة. نعم. فكيف طريقة التسميد التم فيها؟ والله نحن أكثر نعتمد على السماد البلدي. السماد البلدي ونعطي للزراعة. نعم. طيب تختلف مواسم التسميد؟ اي نعم، من شهر 10، من نص 10 بنبدا نسمد. من نص 10؟ اي نص 10 نعم. لان السماد هذا البلدي حار صح للزراعة فيأثر عليها. ما شاء الله. نشوف اشجار المانجا ابو عبد الله كثيرة. كلها نفس النوع ولا مختلفة؟ لا لا لا، في بلدي وفي الله طال عمرك قراط. هذا البلدي. هذا ينتج في الصيف وهذا القراط من هناك ينتج الله طال عمرك في كل مواسم. هذا الفرق بينهم يعني. نعم نعم. جميل. نعم. طيب ابو عبد الله، نتكلم شوي عن الماي في المزرعه. يعني تستخدم التحليه ولا الماي العادي الطبيعي؟ للزراعه اول الخضروات والفواكه كل الماي التحليه محلل. يمكن التحليه. للفواكه ولا الزراعه؟ للزراعه مثل الليمون، المانجا، الجوافه، عندي جوافه، في عندي مثلا كل الفواكه الذي هذا ازرعها. ما شاء الله. ومثل المزروعات مثل الخيار والطماطم والباذنجان والقرع والكوسه وكل شيء نزرع الحمد لله. ما شاء الله. موسم شو الحين ابو؟ الحين موسم زراعه الخضار. 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 نعم الخضار الحين. تحتاج عنايه معينه الخضار؟ لازم والله طال عمرك. الخضار اول في البيوت المحميه الحين نزرعها، الحين بدينا نزرع الخيار والبيوت المحميه. لان على الحشرات، لان الحشرات كثرت. صح. صحيح. ابو عبد الله، يوم استلمت المزرعه من الوالد الله يرحمه ويغفر له كانت مثل ما هي؟ كانت ولا انت اشتغلت عليها؟ اشتغلت زدت انا طرق. كانت عارف انت الاول طرق الري كله بالهذا بدائي. نعم. كله بالفلج اما الان بدأ الحمد لله الامور يعني انت كلها. اخذتها من الوالد، الاشجار كانت قليله. لا كانت موجوده لكن الله طرق انا موسم ماتت النخيل وماتت هذا لان الماي ملوحه. لان المانجا والليمون والخضار ما يعتمد الا على الماي الحلو. صحيح. اما النخل عادي.
نعم صحيح. نعم النخل عادي. تطورت ابو عبد الله يعني حتى المعدات المستخدمه اليوم في الزراعه ما شاء الله تطورت، عن كانت في الماضي كانت يمكن متعبه اكثر. نعم. اليوم ما شاء الله اصبحوا حتى يعني اكثر المزارعين واصحاب المزارع يستخدمون اللي هي الطرق الحديثه. نعم. اللي هي التنقيط. نعم. فخبرنا عن هذا النظام. هذا النظام التنقيط الله يطول عمرك اولا يقلل من الاستهلاك الماء، لانك بدل مثلا بالري بالفلاج بالفلج، هذا الري بالفلج الله يطول عمرك معرض للتبخر بسرعه. نعم. لان الفلج يمر والشمس والهذا فيتبخر بسرعه الماء. اما التنقيط لا يوفر لك بعد. يوفر نعم توفير كثير. جميل. نعم. معروف الجو عندنا ابو عبد الله في الصيف ما شاء الله حار. نعم. ولكن يعني اكيد الزراعه في هالوقت تحتاج الى عنايه مختلفه من الماء، من حتى يمكن طريقه العنايه فيها، فكيف تكون الماء مقارنه فصل الصيف والشتاء؟ نحن في الصيف والله طبعا نعطيه في اليوم في كل يومين مره. كل يومين مره في الصيف. في الصيف. اما في الشتاء يعني. لا ما نزيد، لان اما في الشتاء نمد له 5 ايام عادي. نعم 5 ايام. لان الجو يكون بارد. الجو بارد وما يتبخر الماء. نعم. يحتاج الى ماء اكثر. اي نعم. في الصيف يحتاج ماء لان الماء يتبخر بسرعه. صحيح. اما في الشتاء لا الماء ما يتبخر الحمد لله. ما شاء الله. طيب ابو عبد الله نشوف ما شاء الله عندك حتى انواع كثيره من النخيل. نعم. الله يبارك. نعم. شو الانواع الاكثر انواع تذكر عندك اليوم من النخيل؟ الان الاكثر شيء هو الخلاص. 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 خلاص وبرحي وشيشي ونبتة سيف، وهذا الجديد اللي نزل علينا ما شاء الله، وصقعي وكل الأنواع الذي وكلها نفس العناية تكون نفس العناية. نفس الاهتمام. نفس الاهتمام. وتبيع أو تستورد بالرعب نقول نعم. كنا أولا نورد للفوعة الحمد لله وشيء في الأسواق المحلية ما شاء الله تمور، لكن السنة ما وردنا لأي محل فعلاً. لأن تأثر بالمطر. هي. طيب أبو عبد الله اليوم يعني نشوف حتى في المحاصيل الزراعية لاحظنا حتى البيوت البلاستيكية ما شاء الله أيضاً أنت مهتم فيها. هي. فكيف يتم العناية في هذه البيوت أو أيضاً تنفيذ هذه البيوت؟ والله البيوت غالية تقريباً كل بيت تقريباً فوق 30,000 درهم يكلف والحمد لله وتحتاج اهتمام يعني كبير ما... لازم الله طول عمرك، لأن في البيت المحمي هو الضرمك الاول يحمي المزروعات من الحشرات والافات الزراعيه لانه تقلل دخول الحشرات للبيت المحمي بحيث ان تكون اساسا هذه البيوت محميه مسكره ما ندخل الا ندخل نفتح الباب وندخل ونسك الباب. صحيح. زين ابو عبد الله نشوف كثير من الناس انهم ودروا الزراعه، وانت ما شاء الله عليك شو اللي خلاك تستمر في الزراعه؟ والله اولا انا ما متقاعد جيد وعشت وتربيت في الزراعه الحمد لله محب للزراعه. والله هاي الزراعه اللي طلعت من بدينا نحن والحمد لله. انا الحمد لله. طيب ابو عبد الله بناخذ جوله وبنكمل حديثنا. تفضل. نتمشى ان شاء الله في المزرعه. طيب وين ما تبون. وين ما عندك. انا كل مكان عندي. احنا وياك. بغيتوا منه انا بغيت اسجلون لان قال لي زيتون الخارجي ما ينقض عندنا. تعال شوف. زين عايز بروح عند الزيتون. يلا يلا توكل على الله. بحط زيتونه وجوافه، نحن نسمي هذا زيتون هذا زيتون، هذا زيتون بلدي وهذا زيتون. شوف اتعرف عليه. يلا. تفضل. بسم الله. هذا 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 همبار الله طول عمرك قراب 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 الحمد لله. الحين موسمه ابو عبد الله ولا بعده؟ نعم 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 موسمه هذه كل المواسم. هذا قيض وشتاء. قيض وشتاء. نعم. ونحن بعد نقلمه الله طول عمركم لان بدنا بحيث انه ما يدخل على بعض. نعم نعم. هذه زيتون وهذا زيتون وهذا جوافه مخلينا نوع الدال بعض ما شاء الله. نقول هذا زيتون المحلي وهذا الزيتون لا لا المستورد. المستورد ما مستورد، هذا الزيتون هو الاصلي اللي يقول الزيتون ينتج من الزيت، هذا هو الزيتون. ها من وين هذا؟ والله ما ادري، اردني هذا اقول سوري لبناني ما ادري من وين هذا. ما شاء الله استوت ابو عبد الله. استوت شوف ما شاء الله بس ما تثمر. ما تثمر. تثمر بس ما تصفي. ليش ما اعرف. يمكن عنايه فيها تختلف، الاهتمام فيها والله يختلف. يمكن جونا يمكن جونا مختلف يمكن جو، لكن انا ما متركه لان هاي كمنظر يومي تعجبني وكذا وخليناها على طول. وهذه جوافه انا اسميه زيتون محلي. زيتون محلي هي هذه ما شاء الله انتاجها وهذا التين. هذا التين. هذا التين. ومتى ما شاء الله زرعتهم من بدايه الزراعه زرعت ذيلا كلها مع بعض.
زين ابو عبد الله، الحين نشوف بعض الاشجار متداخله في بعضها، ما يضر الشجر؟ لا لا ما يضر، يحب ان تدخل لحمايه عن الريح. هي. لان اليوم هي ريح من فرد بها فيقلع عندي كم همبه قلعها الهواء. فهذه تحمي، تكون متداخله في بعض، متدخل قلل من الهواء شوي. والسماد المستخدم هو نفسه اللي تستخدمه في الباقي؟ نعم هو الاشجار كلها واحد. اشجار طيبه يعني ما شاء الله. الله يبارك يعني لك. حتى الواحد لما يروح او يجي لهالاماكن يرتاح راحه نفسيه. هذه هي طول عمرك راحه نفسيه، هذه هي الراحه النفسيه. يوم تجلس بالكرسي، انا اجيب كرسي وياي اجلس انا اشوف اتفقد الجو بس. وتحب اكثر شيء الزيتون ولا الجوافه؟ الزيتون والجوافه لان اشكالهم صحيحه غريبه وجميله. شوف لونها ما تثمر لكن لا بس شكلها الله طول عمرك صحيح. نعم. وفهلا ابو عبد الله بعد زار ليمون وغير من الزراعة. ليمون ومانجا والحمد لله كثير من نعم الله. ما شاء الله الله يبارك. وين بنكمل الحين ابو عبد الله؟ والله وين تبون؟ نحن نبغى نسوي صوب البيوت. اي تفضل. يلا توكل على الله. من هني؟ اي طريق منه. هذا هو السماد. هذا سماد الأغنام. هذا الأغنام. هذا سماد الغنم. هي. وهذا سماد البقرة. شوف. هذا. يختلف لونه حتى. زين. أبو عبد الله في شو يستخدم سماد البقر وسماد الغنم؟ سماد البقر للأشجار أكثر. الأشجار اللي مثل الهمبة والزيتون والليمون. شو السبب؟ بارد. آه يعني هذه الأشجار تحتاج الأبرد. أبرد. أما سماد الغنم حار. حار. ليش هو؟ للنخل. للنخل أكثر شيء. أو ندفنه في الأرض نحن للزراعة ونسقيه كم مرة يكون بارد. ها يعني عادي تقدر تدفنه؟ تدفنه في الأرض. وبعدها تزرع مكانه الزرع. نعم الحين مثل في الخبابيب أو هذا ندفنه في الأرض أول ونحط عليه كيماوي علشان يحلله. والطريقة نفسها أبو عبد الله. كيف؟ ولا تختلف؟ لا تختلف، إن نصبه في الأرض على سطح الأرض. أما هناك ندفنه في الأرض. عبد الله هاي دعوم بعد ما شاء الله تسوي. ما شاء الله ابو عبد الله المزرعه مو بس للطعام والاشجار والنبات، ايضا تستفيدون امور ثانيه. الحمد لله نستفيد من الدعوم. ابو عبد الله هذه الدعون ماخذينها من النخيل هني؟ صح. نعم منخوص. منخوص. نعم منخوص النخل. من هنا؟ من منخوص النخل. نسوي دعون. شو تستخدمونها؟ والله نستخدم اولا نحن عندنا نستخدمها لتجفيف التمر او نسوي كمسطاح مساطح للتمر. نعم. وثانيا الناس تشتري. تشتري. اي نعم خاصه للحيوانات عشان ابرد عن التشينكو صح. طبعا ابو عبد الله وصلنا الحين. نعم. البيوت البلاستيكيه شو فائدتها ابو عبد الله؟ هذه لها فوائد كثيره الله طول عمرك. اولا حمايه الطماطم او الزراعه بشكل عام على الحشرات، لان تحمي انت ما تدخل البيت محمي، لان مسماه بيت محمي. بيت محمي. اي لانك انت تدخل وتصك الباب وتطلع وتصك الباب ما تدخل. وتحمي الزرع من الحشرات. ثانيا ان الطماطم هاي متسلقه ونربطها وتسلق في هذه الخيوط. في هذه الخيوط. اي نعم نشوف الخيط موجود. ايه الحبل هذا نسميه حبل. حبل تربيط. ونعلق فيه الطماطم وتمشي ونقلمها. الحين هذه عبد الله كم صار لها مزروعه؟ اي والله تقريبا من 15 يوم. وكم بتاخذ لغايه ما تنتج وتثمر؟ والله هي في حدود شهرين ونص ثلاثة شهور. شهرين ونص ثلاثة شهور. نعم. طيب تختلف العنايه فيها ابو عبد الله من الماي من الاسمده من المواد العضويه اللي تستخدمها؟ نعم 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 تختلف، لازم تختلف. اولا والله طال عمرك هذا نشقه هو نحفره وندفنه بسماد عضوي، وهذا العضو من السماد العضوي شو الموجود هذا. هذا بعدين نضيف عليه مواد كيماويه عشان يتحلل. يتحلل الحين. نعم صحيح. والماي؟ والماي نسقيه الله طال عمرك الحين نسقيه على اليومين. يومين. ويوم ويوم لا ويومين لين ينقض. اول كان نسقي يوميا عشان لين نقض هذا، ومن ينقض نخفف عليه الماء يومين بيومين يوم نشوف الجو.
صحيح. والحرارة على حسب، إذا كان على حسب الحرارة. شو العامل إذا دخل شاف الأرض جافة سقاه، فيسقي الصبح وفي الليل، الظهر من الساعة 10 ما نسقي إذا كان الجو حار. إذا كان الجو حار ما نسقي في الظهر، لأن الظهر الماء حار الجو حار، والجو حار فما يجف الماء. ما مسألة، لأن الماء يطلع حار ويأثر على صحيح. صحيح. بس الطماطم عبد الله طبيعته ما يحتاج إلى درجة حرارة قوية. لا والله، هو عنده من شهر 10 إلى شهر 3-4 يعطي، والجو بارد. الجو بارد يكون هي، يعني مثل ما نشوف أن الشمس خفيفة داخل، خفيفة خفيفة. نعم صحيح. جميل. طيب تحفظ ايضا هذا المكان ابو عبد الله من الحشرات او من البعوض الخاصه في اللي هي تاكل الطماطم وغيره؟ نعم نعم، بس لا، اللي تاكل مثل الدود وهذا يطلع. وتستخدمون ايضا ابو عبد الله السم؟ نستخدم السم. وكيف تستخدمون السم؟ في مكان ماكينه السم موجوده ونسمه، والبيب ما نخرجه برا عشان ما نفتح الباب، موجود داخل الخيمه. تحتاج الى توصيلات خاصه ابو عبد الله في هذه اللي هي خاصه بالبيبات الماي؟ اي نعم، خاصة موجودة هناك، نفتح ما ندخل، ما تفتحون الباب يعني عشان الحشرات ما تدخل. الحشرات ما تدخل، واللي يدخل يسكر، يكون على طول يفتح ويسكر على طول، ما يترك الحشرات. ومتى تستخدمون الحبل؟ من بدا طول ما الطماطم يكبر ربطنا في البيب، وربطنا وقم نلف الشجرة عليه. أبو عبد الله مثل براويكم لف الخيار إذا إن شاء الله. أبو عبد الله ما شاء الله عليك عندك هالمعلومات القيمة عن الزراعة، كيف اكتسبت هالمعلومات؟ والله بالممارسة. بالممارسة لطرق. لا ليس وتعلمت واستفدت منها. الحمد لله ما شاء الله. نتعلم منك أنت ومن الثاني. نحن نتعلم منك. لا لطرق، بعدين حتعلمنا منكم. ما الله يطول بعمرك يا عبد الله. البيوت الثانية أو الخيم الثانية بعد مخصصة للطماطم عبد الله؟ والله يا شوف تختلف. تختلف. لأن الطماطم شوي مساحة شوي أكبر. تحتاج إلى مساحة مختلفة. أكبر. مثل الحين كم نحن في الخيم؟ واحدة خبب، خببين، ثلاثة أربعة سبي خبب. لكن في الخيار خمسة. خمسة. والخيار مربوط. نعم. مربوط. يلا نروح نشوف هناك أبو عبد الله. كم لها شيره هذه يا ابو؟ والله صار شهر. شهر بدات الانتاج الحمد لله. الحمد لله. هذا انتاجها كمل شهر ما شاء الله. الحمد لله. يعني الطماطم بيصير نفس هذا، بيروح على فوق، بيروح فوق. اللي بيروح يوصل لهناك، اما الخيار بس يوصل هناك. كم مره تنتج ابو عبد الله؟ لا من تام شهرين ثلاثة شهور تنتج الحمد لله. تنتج ما شاء الله. تستمر يعني في تستمر في الانتاج. بس هالتقليم لازم. ليش التقليم ابو عبد الله؟ علشان على طول منك يعطي الهواء اولا هذا، وبعدين ما نخلي شو يسمونه الاركان او حيث ما تضعف، تروح على فوق. على فوق، تعال منها. شوف هذا، هذا شوف هو عارف معلمينه كيف. ما شاء الله. ومتى بتثمر بعد؟ ومتى بتكبر؟ لا تثمر هذا خلاص. هذه حاليا تعتبر طازه. هذه حجمها يعني ولا؟ لا لا ثمرة الباحثين. هذا مرتها ما شاء الله تستمر يعني في تستمر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ثمرها طيب. كله شوف طيب ما بيسم. بعلمكم كيف نحن نشتغل في الارض. الحين شو اسوي ابو عبد الله؟ طلع الرمل برا. يلا محمد السماد وصل بعد ابو عبد الله. ارفع 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 هي بعد 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 خلي الارض يكون طبعا ابو عبد الله هني بنزرع الباذنجان. لا بنزرع الطماطم ان شاء الله. الطماط ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. زين السماد الطماطم والخيار هالطريقه؟ هي بعد 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 زياده محمد. منه 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 هي هي بعدك زيد 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 بس 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 بس
الحين السماد. سماد. الحين السماد. بسم الله. شو نوع السماد؟ هذا السماد ما أعتقد مال الغنم. مال الغنم. إيه. وكم بعد الله الحين هذا يحط السماد بعدها تخلطون السماد مع الرمل؟ لا لا طنك بعدين نجيب مواد كيماوي يحلل السماد. زين أبو عبد الله، أبو عبد الله الحين خلينا نتكلم شوي عن المواد الكيماوية اللي تستخدم. كثرتها ضار؟ هي كثرتها ضار. نعم. طيب كيف يوازن الشخص بينها؟ لا نعتب كميات أقول لك معتدلة. معتدلة ما نصب كميات كثيرة. نحط كميات مثلاً الآن في الأرض نصبها فوق السماد هالكيماوي فيقوم يحلل السماد، نخلي نعطيه ماي 5-6 أيام ويتحلل. يتحلل السماد ونزرع بعده. في انواع معينه ابو عبد الله؟ نعم في انواع كمان. ابو عبد الله هي الكميه هذه صح؟ هي هالكميه. لا بس منها حط منها بس منها حط منها. ايه بعدين نحط عليها سماد كذلك تبع الدواجن او بوديك ونصبه فوقه، وبعدين نحط السماد الكيماوي عشان نخلطه مع بعض ويتحلل مع بعض. بعد يعني نضيف سماد؟ ايه بعد ما انتم الحين ما بتضيفون. زين يعني الحين ابو عبد الله هذه تعتبر المخصصه للخيار. للخيار او للطماطم. والخيار تكون اساسا المسافه ما بينهم شوي اقرب ويكون أقرب. خمسه. خمسه. ايوه اما الطماطم يكون اربعه. اربعه لان الطماطم يكون المساحه لان الطماطم ينزل اربع خمس مرات. ما شاء الله. اما الخيار مره واحده يعلق. ويبالها شهر او شهرين الطماطم؟ الطماطم من يبدا مثلا من 10 لين 12 25 واحد يكون انتاج. من شهر لشهرين تقريبا. شهرين ونص سلع. شهرين شهرين ونص الطماطم. ابو عبد الله المنتجات الزراعيه في دعم حكومي؟ الحمد لله بالوزاره في دعم مثلا السموم، في دعم المواد مثلا الاسمده الكيماوي، في دعم في دعم. ابو عبد الله طبعا بعض من الخير هذا توزعه وبعض من تبيعه. الحمد لله ما شاء الله خير. طيب يعني الحين مثل ما نشوف ما شاء الله ابو عبد الله بيكون موسم الخيار ان شاء الله عندك. ايه موسم الخيار وموسم الطماطم. ها الطماطم ان شاء الله بنحولها. لكن الاوقات تختلف والمواسم تختلف. نعم نحن الخيار لكن في بيوت مبرده. احنا ما عندي بيوت مبرده. انا عندي انا بيوت محميه لان المبرده تشوف مراوح تشفط الهواء. صحيح. فتشفط الهواء الماي فيه تشفط الماي ويكون الماي مشفوط بارد. فيكون درجه حراره معينه في الخيمه. لكن عندي انا لا محمي بس محمي يعني فيه. والجو يكون عادي بس حالياً من شهر 10 الى شهر 4 بارد يكون. هاي يكون للزراعه هذه البيوت وتثمر فيها. الحمد لله. طبعا ابو عبد الله طعم المواد الكيماويه يختلف عن الطعم الطبيعي. والله يختلف لكن انا ما اقدر اقول يختلف ما يختلف لان لو اقول بيقول لا انت. الصراحه انا جربنا ابو عبد الله. جربنا نعم. يعني احنا نعتبر من الجيل الجديد وجربنا المواد الكيماويه وجربنا بعد هذه المواد الطيبه ما شاء الله اللي عندك في المزرعه. طبعا اختلاف تام. الحمد لله. اختلاف تام ما بين هذه المواد وما بين هذه الكيماويات. الحمد لله. طيب ابو عبد الله يعني تبيعه كذلك؟ الحمد لله. يعني انا الله طول عمرك الخيمه مكلفتني 30,000 درهم لازم ابيع. بس أكيد. نعم. بس الله طول عمرك ما بتجيب لي انتاج سنه واحده هاي قيمتها. لا لكن الحمد لله على مده 10 سنوات على مدار سنين يعني. مدير السنه بيكون الحمد لله. طيب ابو عبد الله اليوم اذا تكلمنا عن مدينه كلبب شو اكثر انواع الزراعه اللي تشتهر فيها؟ غير النخيل. غير النخيل. انا كان في الاول ولا الان؟ من الاول ولا اليوم؟ اول انا طول من جميع الفواكه والخضار موجوده في كلبه. جميعها؟ جميع. ما شاء الله. كنا ابائنا انا لحقت على ابائي وليس دودي، دادي ما لحقت عليهم، لكن كانوا يشلونه يودون دبي والشارجه وكذا. وغير ابو عبد الله يعني غير الطماط والخيار في يعني اللي هي نبته ثانيه تحتاج البيوت هذه؟ كلش، كل الان كل شيء يحتاج. لان الاجواء والحشرات. والحشرات والجو. مثل الفلفل حلو. فلفل حلو انا. عندك صحيح. فلفل بعد البيوت. فلفل زارع الحين زارع فلفل حلو ما شاء الله. نفس الشيء وزارع فلفل بعد حار عندي خيمه هناك عند البيت. يعني الحين هذا السماد موجود ولكن بعد تحتاج الى سماد اخر. سماد مره ثانيه على طول. شوف ومتى بنحط الطماط؟ متى بنزرع الطماط؟ بعد ما على طول ولا نتريى وقت بعد؟ لا نتريى على طول عمرك اقول لك لمده خمس ايام. خمس ايام نسقيه. خمس ايام او يومين. خمس ايام السماد يكون بس السماد عشان على الماي اول. نسقي الماي السماد مع المواد لها عشان تتحلل السماد. وبعدها خلاص تكون تبدا الزراعه. بعدين نبدا نزرع. تزرعون هني ابو عبد الله ولا في لا 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 هنا نحن الطماطم نزرع على طول. على طول على طول البذور الان على طول. الان نزرع على طول في الارض حبوب ونزرع. لكن ابو عبد الله المسافه تكون مسافه بسيطه ولا تكون؟ لا المسافه على طول محدده على حسب التنقيط. في الله طول عمرك البيبات مثل هذا شوف. ايه هذه موجوده. هذا موجوده. ها موجوده. صحيح. هذه 30
او 40 على حسب كل نقطه. على حسب كل نقطه. جميل عبد الله، ما قصرت، يعطيك العافيه، جزاك الله خير، وعرفتنا في هذه المزرعه الطيبه على هذه الاشجار وهذه الثمار الطيبه. الله يبارك لك ان شاء الله ويزيدك من فضله يا رب. امين وياكم ان شاء الله. مشكور يا ابو عبد، واسمحوا لنا اذا قصرنا في شيء. لا ابد، وانت اللي سامحنا. لا ما قصرت. مشاهدينا الكرام، وصلنا معاكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الضاحيه. كنا معاكم مع ابو عبد الله، وما قصر في هذه المعلومات الطيبه عن هذه الزراعه، وان شاء الله نشوفكم على خير، والله يبارك لابو عبد الله في مزرعته وفي حلاله. نشكركم على المشاهده ونشوفكم على خير.